السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من التغطية الإخبارية، والتي نبدأها بأبرز الأحداث الجارية على الساحة الليبية، حيث تعرض أحد أفراد العمالة الوافدة يوم الجمعة إلى إصابة خطيرة جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة عنزارة جنوب العاصمة طرابلس. هذا وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن الفريق الطبي بجهاز الإسعاف اتخذ الإجراءات العاجلة لإسعاف العامل الذي يحمل جنسية دولة إفريقية، لافتا إلى أن حالته حرجة. هذا ويعد الانفجار هو الثاني من نوعه الذي شهدته المنطقة في أقل من شهر بسبب مخلفات العدوان على طرابلس، وأسفر الأول عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين ترجع جنسياتهم إلى دول أفريقية. أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يوم السبت ضرورة توافق الأطراف الليبية على قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات والالتزام بها واحترام نتائجها، ودعا أبو الغيط الأطراف الليبية إلى اعتماد الحوار كوسيلة لمعالجة الخلاف واستبعاد خيارات العنف. هذا وأشار إلى أن ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التعاون والتكاثف لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، موضحا أن الإرادة الدولية تؤكد محورية إجراء الانتخابات وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي وفق قوله. طلبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية طالبوا بالتحديد الفوري لموعد الانتخابات وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة. أكدت الدول الخمس في بيان مشترك لهم أن نقل السلطة يجب أن يتم بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية والرئاسية، مطالبين في الوقت ذاته المرشحين المتوقفين عن العمل ممن يشغلون مناصب في المصالح العامة بالاستمرار في التوقف حتى إعلان نتائج الانتخابات. قالت السفارة البريطانية يوم الجمعة إن بلادها ستواصل الاعتراف بالحكومة الحالية كسلطة مكلفة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات، مؤكدة عدم تأييدها لإنشاء حكومات أو مؤسسات موازية. وشددت السفارة في بيان لها على دعم بريطانيا القوي للعملية الانتخابية بقيادة وملكية ليبية ولعمل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، كما طالبت بالحفاظ على التقدم الذي تحقق من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار وخارطة الطريق منتدى الحوار السياسي. دعا المجلس الرئاسي بطرابلس يوم الجمعة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة وفق خارطة الطريق المتفق عليها. وشدد المجلس الرئاسي خلال تغريدات نشرتها المتحدثة الرسمية باسمه نجوى هيبة على أن يكون هناك قدر أكبر من المرونة لمعالجة التشريعات التي وضعت خاصة في مرحلة الطعون. وأشار المجلس إلى أن تحديد المفوضية للأسباب يعد عاملا مساعدا لتدارك الأخطاء والعقبات التي أدت إلى إرجاء الانتخابات، مؤكدا ضرورة تسليم السلطة لسلطة منتخبة لإنهاء المراحل الانتقالية. خيبة أمل بالغة أصيب الليبيون بها لفشل إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد والذي له رمزية خاصة للشعب الليبي، فهو اليوم الذي نالت فيه البلاد استقلالها المنشود. فشل سببه تعنث بعض الأطراف والإعراض عن خارطة الطريق. فهل اقتنع هؤلاء بضرورة المضي تحت قاعدة دستورية واتفاق حقيقي، أم أنهم ما زالوا مستمرين في التخبط وبالتالي سيتكرر فشل إجراء الانتخابات مرة أخرى مهما تأجل أو تأخر؟ فما هي الخطة الأممية للمستشارة؟ وكيف ستكون الجولة الأخرى من هذا المسار؟ كل هذا وأكثر سنناقشه في حلقتنا صحبة
ضيفي الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. الرابع والعشرون من ديسمبر، اليوم الذي نالت فيه البلاد استقلالها قبل 70 عاما، وهو أيضا الموعد المنتظر لإجراء الانتخابات المرتقبة من كل الأطراف، لكنه يمر اليوم في صمت وهدوء دون أن يتحدث عنه أحد، خاصة من كان يتعنت بآرائه دون الالتفات إلى القوانين ولا النظر إلى خارطة الطريق المبرمة. والغريب أنه بعد التخبط الذي شاب العملية الانتخابية قبيل الموعد المنشود، مر اليوم دون إعلان رسمي للتأجيل، الأمر الذي رآه كثيرون فشلاً في إجراء الانتخابات، لا سيما أن المفوضية صرحت قبل أيام بجاهزيتها فنياً. المفوضية قدمت مقترحاً بتأجيل الاستحقاق إلى 24 يناير المقبل، موعد يشابه سابقه في اليوم، ويبدو أنه سيكرر نفس النتائج إذا استمرت ذات المعطيات، وهي تعنت الأطراف والإعراض عن القاعدة الدستورية والاتفاق السياسي. بعد التسليم الضمني بهذا التأجيل، طرأ على المشهد السياسي تباين بشأن المرحلة القادمة، حيث أعلن النواب عن عقد جلسة الاثنين المقبل لتحديد ما أشيع عن طرح خارطة طريق جديدة، لتتداول الأنباء بأن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ستعلن عن عقد جلسة الأحد لملتقى الحوار السياسي لإحيائه من جديد، ما وصف بمحاولتها لسد الطريق على النواب للانفراد مجدداً بإجراءات العملية الانتخابية. وفي ظل هذا الجدل الحاصل حول انتهاء مدة الحكومة من جهة ومصير العملية الانتخابية بعد التأجيل من جهة أخرى، يتساءل المواطن هل ما زال الأمل بالخروج من الأزمة وتحقيق الاستحقاق المنتظر أمراً ممكناً؟ أفتح حلقة النقاش وأرحب بضيفي عبر استديوهات من مدينة مصراتة، المحامي بالمحكمة العليا السيد عبد الباسط الحداد. أرحب بك سيد عبد الباسط. مساء الخير والتحية الطيبة ليك ولضيوفك الكرام ولكل السادة المشاهدين. نعم، وكذلك عبر خدمة سكايب من لندن الكاتب والصحفي السيد عبد الله الكبير. أرحب بك سيد عبد الله. أهلاً أستاذ صفي، تحية طيبة لك ولضيفك ولكل السادة المشاهدين. نعم. والمتابعين. أرحب بكم ضيفاي. أبدأ معك بداية سيد عبد الباسط، يعني وافق يوم الأمس 24 ديسمبر دون أي إعلان رسمي بتأجيل أو إرجاء الموعد الانتخابات، فكيف يمكن أن نفهم ما يجري؟ هل ألغيت الانتخابات أم أنها تأجلت أم ماذا حسب وجهة نظرك؟ وبعد مساء الخير، السؤال هذا يوجه إلى أحد القائمين في السلطات، ولكن نحن كمراقبين أو كمتابعين نستطيع أن نقول أن الانتخابات أو المسعى للانتخابات بدأ بداية فاشلة منذ بدايته بإصدار القانون رقم 1 بانتخاب الرئيس الدولة، وهذا القانون شبات الكثير من العيوب الإجرائية اللي جعلته ربما يكون أبعد ما يكون عن القانون، لأن لم يتم التصويت عليه في البرلمان، لم يتحصل على النصاب القانوني، زد على ذلك لم يحصل عليه التوافق من قبل المطلوب ما بين مجلس الدولة والبرلمان. للأسف الشديد كل هذه العيوب شابتها أو تزامنت مع عيوب أخرى إجرائية أخرى. تشكيل مجلس المفوضية لم يكن مشكل طبقا للقانون، مجلس المفوضية اللي يفترض فيه أن الجهة المستقلة التي ستقوم
الإشراف على هذه الانتخابات. للأسف الشديد لم يكن مشكل طبقا للقانون، وهذا ما صدر به حكم من محكمة استئناف مصراتة دائرة القضاء الإداري يوم 16 ديسمبر الحالي. هذا الحكم اللي صدر في قضية رقمها 151/2021 قضاء إداري، واللي أوقف تنفيذ جميع قرارات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، نظرا لأن هذه المفوضية لم تشكل طبقا للقانون. رئيس المفوضية والممثل لها عماد السايح الذي يظهر على شاشات المرئيات وغيرها ويقابل في أعضاء مجلس النواب أو يذهب إلى مجلس النواب باعتباره رئيس المفوضية، لم يصدر بتعيينه قرار من السلطة المختصة رئيس المفوضية. كل ما هنالك أنه كان عضوا في هذه المفوضية التي استقال رئيسها ونائب الرئيس، ولم يتم تعيين رئيس لها إلى الآن. بالتالي محكمة الاستئناف في قضية رفعت ضد المفوضية قضت فيها هل افهم من كلامك هذا سيد عبد الباسط ان اصدار ان مجلس المفوضيه قبل استقاله الرئيس رئيس المفوضيه عماد السايح؟ لا 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 لا، الكلام ليس رئيس المفوض، لا 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 لا، ليس هذا هو الكلام الذي اقصده. نعم، التشكيل المجلس المفوضية يجب أن يتم طبقا لما نصت عليه التشريعات النافذة. قانون إنشاء المفوضية نص على أن رئيس مجلس المفوضية ونائبه يصدر بتعيينهما قرار من السلطة التشريعية، وعماد السايح لم يصدر بتسميته رئيس المفوضية أي قرار من أي سلطة تشريعية إلى الآن. نعم، للأسف الشديد هو يمارس هذا العمل بطريقة تشبه، أو حقيقة ليس تشبه، بطريقة اغتصاب السلطة. وبالتالي اغتصاب السلطة ينحدر بأي قرار يتم باغتصاب السلطة إلى درجة الانعدام، ويكون عمل مادي عديم الأثر القانوني. هكذا هي القواعد القانونية المعمول بها. عرض هذا الأمر أمام محكمة استئناف مصراتة، ومحكمة استئناف مصراتة قضت بإيقاف القرار رقم 80 لسنة 2021 بشان إعلان القائمة الأولية لمترشحي الرئاسة، وإيقاف ما ترتب عليه من آثار. طبعا أسست في حكمها على عدم صفة مصدر هذا القرار وانتحالها لصفة رئيس المفوضية، ولا يوجد أي قرار بتسمية رئيس المفوضية وفقا من السلطات التشريعية. يعني نحن لما نجي ندير انتخابات يجب أن نبني هذه الانتخابات على قواعد سليمة. القاعدة الأولى هي التشريعات المنظمة لهذه الانتخابات، خاصة إذا ما كانت تشريعات دستورية فيما يخص انتخاب الرئيس، يجب أن يسبق ذلك وجود قواعد دستورية متفق عليها، أو وجود دستور مستفتى عليه من الشعب، وبالتالي هذه اللبنة الأولى. القاعدة الثانية واللبنة الثانية في هذا الأمر أن تكون السلطات القائمة على أعمال الانتخابات تكون معينة ومشكلة طبقا للقانون. أما أن تكون هذه السلطات يعني تشتغل في ظل الفوضى الموجودة، للأسف خلينا نقول هالكلام هذا، في ظل الفوضى الموجودة بدون أي قرارات تسمية لرئيسها من السلطة المختصة، وبالتالي يعني هو يعتبر منتحل صفة ومغتصب صفة هذه الجهة الرسمية والجهة المخولة قانونا بجراء الانتخابات، هذا ما لا نقبل به حقيقة ولا يمكن أن يستمر. للأسف الشديد هو هذا الحكم لم يعني طبعا رغم أنه أعلن إلى جهة الإدارة منذ يوم الاثنين الماضي، ولكنه يعني لسنا بصدد تنفيذه. الإشكاليات الأخرى التي حصلت في الإشكاليات السياسية التي حصلت بين المترشحين للرئاسة، بعضهم قبلته المفوضية وبعضهم أرجعته لجان الطعون بمحاكم الاستئناف، هذا ترتب عليه يعني للأسف الشديد عدم قدرة المفوضية عليه إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي هي يعني ألغي الموعد السابق، ولا ندري بالتحديد ماذا سيحصل خلال الأيام القادمة. نعم، طيب من إجراءات سواء كان ما بين المفوضية والبرلمان أو مجلس الحوار السياسي أو لجنة الحوار السياسي، لا ندري بالضبط ما الذي سيحصل خلال الأيام القادمة. نعم، طيب سيد عبد الله، يعني بعد كل هذا الانتظار والتشديد على موعد الانتخابات والسجلات السياسية والقانونية، يمر يوم 24 من ديسمبر، يعني
دون أي إعلان عن تأجيل أو حتى إلغاء الانتخابات. يعني كيف تابعت ذلك؟ طبعا الانتخابات حتى الآن لا أستطيع أن أقول أنها تأجلت، بل الحقيقة أجهضت، لأن منذ البداية هذه القوانين التي تم وضعها كأسس للعملية الانتخابية هي قوانين كان واضح من البداية أنها لن تثمر ولن تجرى انتخابات بهذه القوانين. ثانيا، وهذا هو المهم، يفترض أن العملية الانتخابية تؤدي إلى تغيير، تؤدي إلى تغيير ينهي حالة النزاع، يأخذ البلاد إلى طريق الاستقرار. ما الجدوى من عملية انتخابية إذا كانت ستعيد تدوير النفايات الموجودة في المشهد والتي أوصلتنا الآن؟ قوانين يفصلها عقيلة صالح وسيشارك هو في هذا، في هذه الانتخابات، هل هذا معقول؟ قوانين تفصل لمصلحة حفتر بل وتعطي الفرصة لسيف القذافي لأن يعود. عن أي تغيير ستحدثه الانتخابات إذا كانت هذه المصائب التي سببت الكارثة لليبيا ستعود مرة أخرى؟ وبالتالي وقلناها منذ البداية، الحقيقة قلناها منذ البداية، قلنا ما بني على باطل فهو باطل، وقلنا متى يستقيم الظل والعود أعوج بهذه القوانين وفي وجود هذه الشخصيات التي تريد أن تتمترس، لا يمكن أن تجرى انتخابات، وإن جرت لن تحقق المراد والهدف منها. الموعد الذي ضرب لهذه الانتخابات 24 من ديسمبر كان يفترض وفقا للاتفاق السياسي تونس جنيف تكون هناك قاعدة دستورية أو أسس دستورية. أسس دستورية يعني معالجة موضوع الدستور، معالجة المسودة الحالية أو طرحها للاستفتاء. هذه هي الخطوة الأولى التي ينبغي أن تتم، وتتضمن قوانين الانتخابات وتتضمن كافة الصلاحيات والفصل بين السلطات وتعود الدائرة الدستورية للعمل. هذا هو الأساس الذي ينبغي أن نذهب به للانتخابات. لكن ما جرى الحقيقة هو أن أمريكا والدول الغربية تريد بأي شكل كان، تريد رئيس وتريد حكومة منتخبة لها صلاحيات واسعة، لها شرعية انتخابية لكي تواجه بها الوجود الروسي في ليبيا. ليس مهما أن يمارس الليبيون الديمقراطية، ليس مهما أن تكون هناك قاعدة دستورية وأن يكون هناك أو دستور متوافق عليه، ليس مهما أن يحدث تغيير حقيقي، لكن هذا البعد الدولي دفع روسيا إلى الدفع بسيف الإسلام، إخراج سيف الإسلام في اللحظة المناسبة لبعثرة أوراق العملية الانتخابية وإفشال هذه الخطة الأمريكية. إذن البداية من الأساس منذ البداية، الذين يطالبون بانتخابات ويطالبون بتغيير حقيقي يريدون انتخابات برلمانية فقط. البرلمان الجديد هو الذي يملك الشرعية وهو الذي يشكل حكومة جاءت عن طريق برلمان منتخب، وهو الذي يعالج موضوع الدستور. وإذا كان لابد من الرضوخ للضغوط الدولية وإجراء انتخابات رئاسية، سيضعون قوانين تمنع وصول المجرمين، تمنع وصول المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الليبيين من الوصول إلى السلطة. لكن الحقيقة ما يجري هو تقاسم للسلطة، ولحسن الحظ أن موضوع الانتخابات برمته حتى مع فشلها وإجهاضها أحدث تغييرا سياسيا تغيرت فيه التحالفات وكشفت فيه الكثير من الشخصيات عن وجهها الحقيقي وعن أهدافها الحقيقية من تصدرها للمشهد. نعم، طيب سيد عبد الباسط، يعني برأيك من هو المسؤول عن عدم الإعلان قانونيا، ومن هو المحاسب أيضا بسبب هذا الفشل؟ فشل ذريع منذ البداية، منذ بداية الإعلان عن العملية الانتخابية أو بإصدار قانون الانتخابات، سواء كان القانون رقم 1 أو القانون رقم 3، من هنا بدأ الفشل. هذه التشريعات التي صدرت كما ذكرت لكم، وصدرت بشكل يعني منفرد من عقيلة صالح، أصدر هذه القوانين دون عرضها على مجلس النواب، دون التصويت عليها من قبل مجلس النواب، أصدرها دون التشاور مع مجلس الدولة كما تقتضي الاتفاقات السابقة أو خارطة الطريق التي أعدت في جنيف. وبالتالي هنا كان يعني مكمن الفشل الأول،
النقطة الثانية في الفشل أن تصدى المدعو عماد السايح لمنصب لم يعين فيه وهو منصب رئيس المفوضية، وقبل تنفيذ هذه التشريعات وهذه القوانين وسار في هذه العملية، والحكومة دعمته أو سلمت له الأموال اللازمة للبدء في العملية الانتخابية من النواحي اللوجستية. لكن من هو اللي يفترض أن يخرج علينا ويعلن هذا الفشل؟ الاثنين، الجهتين، سواء كانت المفوضية والبرلمان، لكن الاثنين يتنصلوا من أي مسؤولية في هذا الجانب، ولا يريد أحدهما أن يكون هو الطرف اللي أفشل العملية الانتخابية. لكن بالحديث عن الشرعية سيد عبد الباسط، ألا يفتقد مجلس النواب كذلك للشرعية كما هو حال رئيس المفوضية العليا للانتخابات؟ نحن إذا كان تكلمنا على السلطات العليا في البلاد فهي لا تستند إلى أي شرعية، كل الشرعية اللي عندها هي شرعية الأمر الواقع، ليست شرعية، هي سلطات الأمر الواقع. سلطات الأمر الواقع لا شرعية لها. دائما وأبدا نتكلم عن وجوب التعامل مع سلطات الأمر الواقع، نحن نمثل ذلك بسلطات الاحتلال. عندما تقع أي مدينة أو أي بلد تحت الاحتلال يكون الناس والشعب مضطر للتعامل مع السلطات، سلطات الاحتلال، ليست لأن لديها شرعية ولكن لأنها سلطات أمر واقع موجودة في هذا المكان. وبالتالي البرلمان الليبي اللي زالت الشرعية شرعيتها أو زالت صفة وجودها أصلا منذ حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية الصادر في 6/11/2014، بعد وإذا التفتنا عن هذا الحكم وأردنا أن ننظر إلى القواعد القانونية التي أسس على أثرها البرلمان أو بموجبها البرلمان، القواعد القانونية تقول أن مدة البرلمان سنة ونص، انتهت تلك السنة ونص في يوم 21/10/2015. أن هذه النصوص تقول أن لا يمكن التمديد البرلمان إلا باستفتاء شعبي، لم يجرى أي استفتاء شعبي للتمديد للبرلمان. وبالتالي وجود البرلمان بهذا الشكل هو سلطة أمر واقع غصبا عنا بنتعاملوا معها، ما نقدوش ما نتعاملوش معها، لكن لانه هو سلطه الامر الواقع اللي موجوده واللي هي يعني تتحكم في مصير الليبيين. للاسف الشديد ربما يختلف هذا الامر عن موضوع المفوضيه، مجلس المفوضيه في كل الاحوال يجب ان يشكل المجلس المفوضية اللي تشكل من 11 شخص رئيس ونائبة وتسعة أعضاء بقرار من السلطة التشريعية، يجب أن يكون هناك قرار لتشكيل هذا المجلس. كان عندهم الوقت سواء كان سلطة الأمر الواقع اللي هي البرلمان أنهم هم يصدروا هذا القرار بالتشكيل، لكن الأمر للأسف الشديد ممنهج. الأمر تركوا عماد السايح يتحرك كرئيس المفوضية وهو يعلم علم اليقين أنه لا صفة له في هذا المنصب، وبالتالي استغلوا ضعفه بهذا الشكل ليمرروا عبره ما يريدون من قوانين ومن تشريعات. الأمر ممنهج حقيقة لإفساد أي انتخابات أو لإفساد أي نتيجة للانتخابات لا يرغبونها. الأمر حقيقة إذا كنا نحن بنتكلموا بمنطق يعني المنطق اللي هو نقر النقص بنقوله باللهجة العامية الليبية، البرلمان كان قاري النقص ومكلف عماد السايح بهذا الشكل القيام بأعمال رئيس المفوضية. إذا ما أنتجت المفوضية أو أخرجت نتائج يرغبها البرلمان ويرغبها عقيلة صالح والمجموعة اللي معاه فكان به، أما إذا كان طلعت أي نتيجة أخرى غير التي يرغبها أو لا فمباشرة سيقولون أن هذه مجلس المفوضية غير معين طبقا للقانون وكل أعماله باطلة ويعني حينقلبوا عليه مباشرة. الأمر حقيقة سوء النية والخبط السياسي موجود في هذا في هذه التصرفات اللي احنا راح ضحيتها الشعب الليبي. يعني منذ البداية لم تكن هناك قواعد سليمة لإجراء انتخابات لا في 24 من ديسمبر ولا في غيره. نعم. طيب سيد عبد الله، يعني بعد أن أفل أداء لجنة 75 هل سنشاهد إحيائها مرة أخرى من قبل المستشارة ستيفاني ويليامز واتخاذ بعض القرارات وكذلك الالتفاف على النواب؟ نعم، ستيفاني خلال اليومين الماضيين اجتمعت مع حوالي 15 عضوا من أعضاء لجنة الحوار السياسي. نعم. هذا طبعا مؤشر على أنها
ستعيد إحياء هذه اللجنة من جديد، لجنة الحوار السياسي من جديد، لأنها لابد لها أن تعيد إحيائها، لأن لا تملك أي ورقة في يدها، ورقة قوية تستطيع أن أولا أن تضمن بها أمريكا والمجتمع الدولي والقوى الغربية من خلفها والأمم المتحدة بطبيعة الحال، وتضغط بها على الأطراف المحلية وبالتحديد المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. لابد أن تكون لديها هذه الورقة، وهي لجنة الحوار السياسي، أي تبدأ مع لجنة الحوار السياسي وتضع الخطوط العريضة لإنقاذ العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وفقا لما تريده أمريكا والدول الغربية. وإذا تعنت مجلس النواب أو حاد عن الخط الذي تريده ستيفاني، ستعود مرة أخرى إلى لجنة الحوار السياسي، وفي النهاية أي قرارات سيتم التوصل لها سواء من مجلس النواب ولا من لجنة الحوار السياسي بشأن العملية الانتخابية وبشأن الحكومة، إذا لم تحظى بدعم دولي فلن تقبل ولن تكون لها أي شرعية ولا يمكن تطبيقها أو تنفيذها. وبالتالي لجنة الحوار السياسي أعتقد حسب التسريبات غدا ستعقد أول اجتماع لها بشكل افتراضي، وهذه الخطوة استباقية من ستيفاني قبل أن يجتمع البرلمان يوم الاثنين. وفي اعتقادي أن حتى البيانات التي رأيناها من الدول الأوروبية والبيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية وعن السفارة البريطانية، كلها تشير إلى أن الموضوع لابد أن يتم من خلال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وكذلك مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة. إذن غدا أعتقد سنشهد أول اجتماع افتراضي بين لجنة الحوار السياسي بقيادة ستيفاني ويليامز. نعم، طيب سيد عبد الباسط، يعني بالحديث عن مجلس النواب، رئيس مجلس النواب المكلف فوزي نويري دعا النواب إلى عقد جلسة يوم الاثنين، برأيك ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجلسة؟ لا أعتقد أنها ستقدم أي شيء، يعني باعتبار أن الانتخابات لم تجرى في الميعاد المحدد لها، وبالتالي عليهم أن على مجلس النواب الآن أن يضع قواعد أخرى ترقيعية لهذه العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. لكن إذا كان استمروا في نفس المنوال السابق وبنفس القواعد السابقة لن تجرى عملية انتخابية. هل ذكر الأستاذ عبد الله هل تعتقد حديثه، هل تعتقد أن مجلس النواب سيحاول عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية الرئاسية؟ لا علم لي يعني بما يدور في خلد النواب ولا رئاسة مجلس النواب، ولكن أنا لا أعتقد ذلك، لأن التصريحات التي صدرت من الدول الغربية تقول أن ما زالوا معترفين بالحكومة وتستمر في عملها حتى تسلم سلطتها إلى حكومة أخرى منتخبة. العملية حقيقة إذا كان هم بيتمسكوا بعدم السماح باستمرار الحكومة في هذا عملها، فالأولى أن لا يستمروا هم سواء كان المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب في الاستمرار في مهامهم. يعني إذا كان سقوط الحكومة يعني سقوط مجلس النواب بالدرجة الأولى أو بالتبعية لذلك، لأن مجلس النواب ومجلس الدولة يعني ليهم أو موجودين في نفس القواعد التي أوجدت حكومة الوحدة الوطنية الحالية. نعم، طيب سيد عبد الله، يعني في الحديث الأخير لوزير الداخلية السابق فتحي بشاغي عندما تحدث عن حكومة الوحدة الوطنية قال أن آخر مهلة للحكومة هي يوم 23 من ديسمبر وأن هناك قوة على الأرض، وهناك يعني بعض البيانات الأخرى من بعض الأطراف تتحدث عن تغيير الحكومة. هل ربما سنشاهد في اجتماع مجلس النواب القادم ربما الإعلان عن تغيير الحكومة وحتى بوادر لتغيير الحكومة؟ نعم، ستشهد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين تركيزا على موضوع تغيير الحكومة. هذا هو الموضوع الذي يهمهم، السلطة التنفيذية، كيف يحصلون
على حصتهم من السلطة التنفيذية، خاصة الذين لم يستفيدوا من حكومة دبيبة أو لم تكن الاستفادة التي تحصلوا عليها وفقا لتقديراتهم أو توقعاتهم. لا، لم يعنيهم شأن الانتخابات. الآن الحديث كله منصب على تغيير حكومة الدبيبة. طبعا حتى في ردود بعض النواب على بيان الدول الغربية وعلى بيان السفارة البريطانية لاحظنا لهجة غير مألوفة من قبل، وقالوا أن هذا تدخل من السفارة البريطانية وتدخل من الدول الغربية في الشأن المحلي. تبا وين اللغة هذه؟ السفارات الأجنبية البريطانية وغيرها متدخلين، لهم سنين متدخلين، هم اللي يديروا في المشهد. الأمم المتحدة هي اللي تدير في المشهد، أنتم شرعيتكم واخدينها من القوى الدولية، القوى الكبرى اللي أصدرت البيان هذه بتاع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. ليش اليوم لما قالوا لكم راه الحكومة مش حتتغير طلعتوا لنا حكاية التدخل الخارجي؟ وهذا كلام يصدر عن أعضاء في مجلس النواب، ما نبوش نذكروهم ونذكروا حتى المشاهدين، يعني ليهم سنين يشوفوا في المرتزقة الأفارقة، ومن 2017 على الأقل يشوفوا الفاغنر يجوا ليبيا ويقتلوا في الليبيين لتمكين واحد من المجنون من الوصول للسلطة، واليوم يتكلموا على السيادة الوطنية والسيادة الليبية. ما زال فيها سيادة، أنت تناصر في مجرم جاب كل أوباش العالم من أفريقيا ومن روسيا ومن بيلاروسيا ومن كل الأوباش، جابهم ودخلهم الليبيا باش يقتلوا الليبيين عشان يمكنوهم من السلطة. ما فيش كلام عن السيادة في ذلك الوقت. افتح أجواء ليبيا الطائرات عشان تقتل الليبيين، المقاتلات الإماراتية والمصرية، فيش كلام عن السيادة في ذلك الوقت. اليوم طلعوا موضوع السيادة لأن السفارات واضح أن الموقف الغربي ما فيش تغيير للحكومة، خطتهم انتخابات، يبوا الانتخابات، عارفين أن لو تغيرت الحكومة توا، لو نجحوا في تغيير الحكومة معناها الانتخابات اللي أنساها حتى عامين ثانيات، خلاص هم اللي يبوا وصلوا له، يبوا السلطة ويبوا الحكومة، وبالتالي أنسى موضوع الانتخابات. لا، أنت تبي السلطة وتبي الحكومة، أنجز الانتخابات، بعد ما تنجز الانتخابات تغير الحكومة. بعدين خارطة الطريق تو اللي تكلموا فتحي بشاغة أو غيره وتكلموا على أن حكومة دبيبة تنتهي شرعيتها في 24 من ديسمبر وفقا لخارطة طريق تونس جنيف. نعم. تنتهي شرعية الحكومة بعد انتخابات 24 ديسمبر أو في 21 يونيو نهاية المرحلة الانتقالية للعملية الانتخابية. يعني الذي صاغ هذا الاتفاق كان يضع احتمال ألا تجرى انتخابات في 24 من ديسمبر. هل تدخل البلاد في فراغ سياسي؟ لا، لا تدخل في فراغ سياسي، تستمر حكومة دبيبة كغيرها من السلطات سلطة أمر واقع بهذا الاتفاق حتى 21 يونيو. مدة الاتفاق السياسي، مدة العملية الانتخابية عام ونصف، 18 شهرا. لذلك الآن يضغطون في خلال الستة أشهر القادمة يريدون إجراء هذه الانتخابات، لكن للأسف موضوع الانتخابات سيكون ثانويا وسيكون تركيزهم على موضوع تغيير الحكومة. وأعتقد أنهم الآن خاصة الذين المتعطشون للسلطة ومتعطشون لتغيير الحكومة، أعتقد أنهم قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد البيانات التي صدرت بالأمس. نعم. طيب سيد عبد الباسط، يعني بتفعيل لجنة 75 من قبل الأمم المتحدة، هل يمكن أن تلغي دور مجلس النواب، تبرق المجلس الأعلى للدولة؟ أقصد بها القرارات. إذا كان حصل نفس، نعم، إذا كان حصل مثل ما حصل قبل في بداية سنة 2021 وأحيل الأمر بالكامل إلى لجنة 75 وهي من اختارت المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية وهي من اختارت رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وأجبر البرلمان، دعني أقولها بكل صراحة، أجبر البرلمان على الاجتماع في سرت وإعطاء الثقة للحكومة. يعني هذه الأوامر فرضت فرضا على الليبيين من قبل الأمم المتحدة أو البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة. للأسف الشديد نحن هذا واقع عشناه وسمعناه ورأيناه وهذا ما حصل. اليوم إذا كان السيد ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أرادت أن تفرض هذا الأمر مجددا، فأعتقد أن لديها من القدرات ما يمكنها من فرض
أمر واقع جديد في ليبيا باستخدام لجنة الحوار المسمى لجنة 75 أو أي لجنة أخرى قد تشكلها الآن من تلك الأطراف السياسية والأطراف التي ذات نفوذ على الأرض الليبية، تستطيع أن تشكل منهم أي لجنة وتخرج بقرارات وبتوصيات وتعين من تريد أو تبقي من تريد في المشهد. يعني هي للأسف الشديد هذه البعثة الأممية المتحكمة في كل شيء على الساحة الليبية أفقدتنا فعلا يعني هويتنا وأفقدتنا شرعية كل السلطات في ليبيا، ومن أوصلنا إلى ذلك هم حقيقة بالدرجة الأولى البرلمان اللي رفض أن يرضخ لأحكام القضاء، رفض أن يرضخ للمدد القانونية اللي يفترض فيها أن يترك السلطة، أيضا المجموعة اللي موجودة في المجلس الأعلى للدولة واللي ترغب في الاستمرار إلى ما لا نهاية في السلطة، مزايا ومراكز قوة كبرى تتحكمون فيها، وبالتالي حقيقة الأمر سيء جدا بالنسبة للشعب الليبي. الشعب الليبي هو من يعيش دوامة، نبحث عن مخرج، نبحث عن طريقة للخلاص. الطريقة الخلاص ربما يرفضها الكثير ممن هم في المشهد الآن، أنا أراها في استفتاء الليبيين على الدستور، إجراء الاستفتاء على الدستور، مشروع الدستور اللي موجود حبيس الأدراج منذ 29/7/2017 أصدرتها هيئة صياغة الدستور ولم يتم الاستفتاء عليه. لو تم الاستفتاء عليه أو يتم الاستفتاء عليه حتى الآن، نبتدي في العمل بموجب أحكام هذا الدستور وفقا للآليات والنصوص والسلطات التي ينتجها وينص عليها هذا الدستور. تنتجها الانتخابات الشعبية وتنتجها القرارات التعيين في هذه المناصب ثم تبتدي الحياة، لكن بهذه الكيفية أن نحن نسعى إلى مرحلة انتقالية أخرى ثم تفشل هذه المرحلة ثم نسعى إلى مرحلة انتقالية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، للأسف الشديد سنكرر نفس المدخلات وننتظر أن نتحصل على نتائج جديدة. لا يمكن أبدا أن نتحصل على نتائج جديدة. بإمكان الليبيين أو الأمم المتحدة عبر مستشارة الأمين العام في ليبيا أن تعرض أو أن تفرض أو أن يعني عبر لجانها أن يتم الاستفتاء على الدستور أولا قبل أي إجراء آخر. بعد أن يعتمد الدستور بالغالبية الموصوفة وفقا للمنصوص عليه قانونا ونبتدي في العمل بما نص عليه الدستور، انتخابات لانتخاب رئيس الدولة مثلا، انتخابات المجلس طيب. التشريعي سواء كان مجلس نواب أو أي اسم آخر أعطوه ليه، وبعدين نبتدي درجة وتدور العجلة ونكون سلطاتنا في هذه البلاد. لكن بهذه الكيفية استمرار الفشل، فشل يتلوه فشل، وخاصة ما يقوم به مجلس النواب من محاولة فرض تشريعات أو قوانين مفصلة تفصيل على مقاس أشخاص، هذا سيفشل أي عملية انتخابية يريدها الليبيين. نعم طيب سيد عبد الله، يعني ذكرت في مستهل كلامك قبل قليل الحديث عن بيان الدول الخمس الذي دعا من خلاله إلى تسليم مهام الحكومة إلى سلطة جديدة، ألا يكون يعني تسليم مهام هذه الحكومة إلى حكومة منتخبة. برأيك يعني لمن وجه هذا البيان بالتحديد، وهل سيكون له دور على المشهد السياسي؟ الخطاب موجه لكل الأطراف الليبية التي تسعى الآن لتغيير هذه السلطة. طبعا عندما نتكلم عن القوى الكبرى، هذه القوى الكبرى سفاراتها موجودة، بعضها موجود في طرابلس ويعمل من طرابلس، وحتى الذي يعمل من تونس لديه عيونه ولديه أدواته للاطلاع على كل ما يدور في المشهد السياسي الليبي. ومن يريد أن يعرف كيف تعمل السفارات فليرجع إلى وثائق السفارات في السنوات الماضية، العقود الماضية، يعني زمن الإيطالي، زمن المملكة، وتشوف تقارير السفارات وهي تتحدث بدقة عما يجري في البلد، كل التفاصيل. الآن
هذه معلومة أخرى. السفارات السفارات الغربية، وهذا من مدة، حتى قبل الحديث عن الانتخابات، السفارات الغربية تقريبا تجري بين الحين والآخر استطلاعات رأي حول الشخصيات الأكثر قبولا في المجتمع الليبي أو التي لها حظوظ أكبر في الفوز بالانتخابات. تصور في مرحلة من المراحل، هذه تقارير من السفارات ومن معلومات حصلت عليها، أنا عندي مصادر لا ينبغي أن أفصح عنها. المهم بعض السفارات تقارير استطلاع رأي دقيق جدا يؤكد أن شعبية سيف كاسحة، ولو جرت انتخابات رئاسية وتمكن من الدخول لها هو اللي حيفوز بها. هذا الكلام يعرفوه لجنة الحوار السياسي ويعرفوه اللي مطالبين بالانتخابات الرئاسية. أنت كيف تطلب انتخابات رئاسية وأنت عندك النظام السابق بسبب إحباط أغلب الناس من ما جرى في فبراير وبسبب هذه الصراعات وهذا التكالب على السلطة، لدرجة أن هم مستعدين يصوتوا السيف القذافي عشان يرجعوا الأمن، فكيف تطلب انتخابات رئاسية في هذه الظروف؟ وأنا إذا كان أنا صحفي، مجرد صحفي، مجرد كاتب، عندي المعلومات هذه، فما بالك الشخصيات اللي موجودة في طرابلس واللي تتابع حتى هي وعندها علاقات مباشرة مع هذه السفارات. هذه السفارات تعرف أن مجلس النواب، هناك بعض النواب الآن يخططون لتغيير الحكومة، وتعرف أن هناك لقاء مرتقب بين المشري وعقيلة صالح من أجل تغيير المجلس الرئاسي والسلطة الحالية، وتعرف أن هناك شخصيات لها تأثير ولها فعالية، ورأينا التحالفات كيف تغيرت، ورأينا فتح بشاغة والنايض ومعتيك كيف ذهبوا والتقوا به حفتر. كل هذا من أجل إحداث توازن مع شخصيات ظهرت في المشهد السياسي وأصبحت لها شعبية كبيرة مثل سيف القذافي الذي الآن تقريبا شعبيته كاسحة في الجنوب، وعبد الحميد الدبيبة، وأيضا لبحث ترتيبات تغيير الحكومة. لذلك جاء هذا البيان ليقطع هذا الطريق، ويعرف أنه ستنتج عنه فوضى، أن الليبيين من الصعب جدا أن يتوافقوا على رئيس حكومة أو على سلطة جديدة. لاحظ المسار. لكن سيد عبد الله، يعني ربما هناك سؤال يتبادر للذهن عن موضوع الاستطلاع الذي أنشئ وكانت نتائجه أن سيف الإسلام سيكتسح النتائج الانتخابية إذا ما تمت الانتخابات. يعني على أي أساس أجري هذا الاستطلاع؟ هذا استطلاع، طبعا هذا قديم، يعني تقريبا اكثر من سنه، اكثر من سنه، استطلاع قديم. هذا اللي عندي به علم، لكن اللي نعرف ان السفارات هذه تدير في الاستطلاعات بشكل دوري. دعنا من السفارات، مؤسسه ديوان وهي مؤسسه محايده وتعمل في امريكا وفيها شبان ليبيون وفيها شباب ليبيين. لكن الا تعتقد ان المجريات قد تغيرت بعد بروز نجم رئيس حكومه الوحده الوطنيه عبد الحميد دبيبه؟ نعم صحيح، هذا اللي قلت لك. مؤسسة ديوان وجدت أن الدبيبة الآن هو المتفوق. يعني قبل ظهور الدبيبة كان سيف القذافي تقريبا اكتسح المشهد وحصل على نسبة عالية في التصويت وفي الاستطلاع الذي أجرته السفارات، وحتى ما يفهموا تفاهمين اللعبة وهم ما يبوش أصلا سيف القذافي يعود. هو من بين أسباب إفشال العملية الانتخابية هو وجود سيف القذافي، يعني الضغوطات التي مورست على المفوضية لكي لا تصدر اللائحة النهائية لأسماء المترشحين، من بينها ضغوطات السفير الأمريكي. إذا كانك بتطلع قائمة فيها سيف القذافي، لا ما تطلعهاش، هذا مرشح روسيا، ولا قدر الله يفوز بالانتخابات ويصبح رئيس شرعي، ما زال نقدر نحاصر النفوذ الروسي في ليبيا، وني هذا في كله بالانتخابات هو أنني نحصر رئيس شرعي ونضغط عليه عشان يتصدر الوجود الروسي وتصبح لا ليست هناك أي ذريعة، فضلا عن حالة الاستقرار ومنع الحرب، هذه البيئة التي توفر أجواء ملائمة لوجود فاغنر. استطلاعات الرأي تتغير، يعني بعد شهرين مثلا إذا دخلنا في حملة انتخابية جديدة قد تصعد أسماء جديدة، وقد يتراجع سيف القذافي وتراجع دبيبة، المشهد يتحرك بسرعة. لكن أنا أقول لك أن اللي يفكر في الانتخابات الرئاسية الآن بسبب تلهفه على السلطة، واحد منهم حفتر بالتأكيد وعقيلة صالح بالتأكيد، هذين ما خطرش في بالهم أن سيف ممكن يطلع، أن القوانين اللي درتها هذه حتطلع لك سيف. وشفنا حفتر كيف
تحدى الجميع وحاصر المحكمه في سبها كلها من اجل اقصاء سيف، لانه يعرف المعلومات اللي عندي والمعلومات اللي عند السفارات الامريكيه اكيد عند حتى حفتر. يا حفتر ما عندكش حدود ابدا لا مع الذيبه ولا مع سيف القذافي. ومن ثم من بين الاسباب التي افشلت هذه الانتخابات هو السعي لاقصاء سيف واقصاء الذيبه. طيب. يعني فصلنا الانتخابات عشان يكون المرشح الاقرب للفوز بها حفتر، يطلع لي سيف ويطلع لي الذيبه، لا بلاش منها الانتخابات. لهذا اعود الى النقطه المهمه، هذه الانتخابات طالما سيفصلها عقيله صالح وبقية المجموعة التي معه لن تكون لمصلحة التغيير ولن تكون لمصلحة الشعب الليبي، وإنما لتمكين هؤلاء الفاشلين هؤلاء الفاسدين هؤلاء المجرمين لتمكينهم من السلطة لارتكاب المزيد من الفساد والمزيد من الجرائم. نعم. طيب يعني سيد عبد الباسط، يعني في حال اتخاذ أي إجراءات ربما مفاجئة من قبل مجلس نواب تبرق، إلى أين يمكن الذهاب في حين أن المجلس الأعلى للقضاء قد تم تقسيمه؟ للأسف جميع السلطات الآن تم تقسيمها وتم التلاعب فيها وتم تفريغ حتى التشريعات من أي محتوى لها، يعني إنه هو يصدر قانون يرقم برقم 11 لسنة 21 ثم يصدر يوم 12/12/2021 ثم يخرج رئيس المجلس النواب المكلف النويري ويقول بأن هذا القانون لم يصدر، واللي حصل في الجلسات الخاصة به لم تكن بهذه الصياغة للقانون ولا بهذا المعاني، وأن هذا قانون لم يتم عرضه نهائيا. يعني للأسف الفوضى اللي وصل إليها مجلس النواب بهذا الشكل أصبحت فرغت حتى التشريعات من، يعني إذا كانوا عقيلة صالح في مربوعته يوم 12/12 وهو يدعي أنه خارج العمل يوقع هذا القانون ويعلن ويصدر، وثم في اليوم التالي نجد يعني المستفيد من هذا القانون باعتباره جعله رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء يجتمع مع باقي الأعضاء يدعوهم للاجتماع ويجلس في مكتب المجلس الأعلى للقضاء ومكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. للأسف يعني يكون رئيس المحكمة العليا خارج هذا المشهد تماما، ثم يأتي رئيس كما ذكرت رئيس المجلس النواب ويقول أن هذا ليس بقانون وليس هذا هو القانون الذي نوقش في الجلسة، يعني يأتي بفيديو لتلك الجلسة والكلام اللي موجود في الفيديو عن مواد القانون ليست هي التي نشرت أو التي ظهرت للعلن، يقسم المجلس الأعلى للقضاء يطالب رئيس المجلس رئيس مجلس النواب المكلف رئيس المحكمة العليا والسلطات القضائية المختصة والله كافة السلطات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعدم الاعتداد بهذا القانون اللي رقم برقم 11. للأسف هي فوضى عارمة في البلاد حقيقة. كنا قبل نقول أن المجلس الأعلى للقضاء ما زال موحد رغم ربما يعني عدم الاتفاق على أدائه، ولكن كان موحد وكان هناك مجلس واحد. الآن أصبح يعني ربما يكون المجلسين للقضاء وفقا لهذا الذي حصل. الفوضى ما زالت عارمة ولا أدري إلى أين تذهب ليبيا وإلى أين تذهب هذه البلاد. طيب. ومستقبل الأيام حقيقة غريب جدا حيكون يعني. نعم. طيب سيد عبد الله، يعني قبل أن نختم في أقل من دقيقة، إلى أين يسير المشهد الآن برأيك في ظل كل هذه المعطيات؟ المشهد يسير نحو المزيد من التأزيم، يعني سنرى جدل وسنرى حوارات وسنرى محاولات لتغيير الحكومة، وإن لم يتمكنوا من تغيير الحكومة سيحاولون تغيير بعض الوزراء، وأنا أقصد هنا جبهة الشرق، الشخصيات المهيمنة على الشرق مثل عقيلة وحفتر سيحاولون على الأقل الضغط على الدبيبة مقابل البقاء المزيد من الابتزاز وإدخال عناصر جديدة. أيضا ستجتمع لجنة الحوار السياسي وسيقع صدام بينها وبين مجلس النواب. البادرة والنقطة المضيئة والمظاهرة التي رأيناها في بنغازي، وعادة الحراك في ليبيا كما رأينا منذ زمن بعيد الحراك في ليبيا يبدأ من بنغازي، هذه بادرة نقطة مضيئة في ظل هذا السواد الذي نعيشه. أن يخرج متظاهرون ويطالبون بإسقاط عقيلة صالح وبإسقاط البرلمان،
هذه دعوة إذا نمت في كل ليبيا سيضغط الشارع على كل الأجسام الموجودة الآن وسيجبرهم على إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، هذه التي ستحدث التغيير. انتخابات برلمانية توحد السلطة، يعني ما عاش فيه مجري، ما عاش فيه عقيلة، تطلع وجوه جديدة، تطلع شخصيات جديدة، وبالتأكيد البرلمان سيعكس القوى السياسية الموجودة الآن، لكن أعتقد أن هذه هي بداية التغيير، وهذا البرلمان هو الذي نحمله مسؤولية المسار الدستوري ومسؤولية تطبيق ما يريده الليبيون. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله الكبير الكاتب والصحفي، كنت معي عبر خدمة سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا سيد عبد الباسط الحداد المحامي بالمحكمة العليا، كنت معي عبر استديوهاتها من مدينة بصراتة، شكرا جزيلا لك. انتهى الوقت أعزائي المشاهدين، حتى اللقاء بكم في وقت آخر، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.